بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مفجر الثورة، السلام عليك يا صاحب النفس الأبية الحرة، بقاؤك في السجن طوال هذه السنوات ثورة مستمرة. السلام عليكم أيها الأبطال الأشراف، يا أبناء صاحب النفس الأبية أستاذنا وقائدنا الأستاذ عبد الوهاب، يفتخر بكم وأنتم تفتخرون به، وكل الشعب يفتخر به لأنه صاحب اليد البيضاء على الشعب كامل، فهو قائد ميداني مواصل مجاهد لا يمل ولا يكل ولا يتراجع منذ عرفناه من التسعينات وقبل التسعينات، ولقد رافقته في السجن طويلا فوجدته ذلك الرجل الذي كنت أتوقع أنا يعني من الصابرين، ولكن عندما جالسته وجدته وأصبر وأصبر وأصبر، يواصل الدرب يواصل الصوم، يقترب إلى الله سبحانه وتعالى في صلاة الليل. هكذا عرفت هذا الرجل، رجل هو أستاذ، هو عالم، هو قائد، هو ثوري، هو دائما وأبدا ينهج ويتلفظ وقلبه ينبض بحب هذا الشعب وبخدمة هذا الشعب، يفضل بقاؤه في السجن على خروجه من السجن إذا كان في صالح هذا الشعب. والله لقد سمعته مرارا يكرر على أحد المسؤولين في النظام يقول: لا بد لكم من أن ترجعوا إلى الشعب، لا بد لكم أن ترجعوا حتى يمكن إخماد ما هو في الساحة، وإلا فلا تستطيعون أن تصلوا إلى حل. وكلمته لا زالت باقية، إذا لم يتنازل النظام ولم يتراجع ولم يجعل مصير الشعب بيده حيث أنه مصدر السلطات، فلا يمكن لهذه الثورة أن ينطفئ نورها ولا أن تخمد نارها. أحبتي أيها الثوار، لي الشرف كل الشرف أن أقف في هذا المكان الطاهر أمام هذا القائد الصامد المجاهد، وبكم أفتخر أيها الشباب المرابط، أيها الشباب الذين لا تبرحوا الساحات أبدا، نذرتم على أنفسكم أن تسيروا قدما قدما إلى الأمام وأن لا تتراجعوا ولا تنثنوا، كيف وقد عشقتم الحرية وعشقتم الشهادة وعشقتم العزة والشرف، وكيف تتراجعون وتخمد هذه الثورة وهي شعلة من ثورة الإمام الحسين عليه السلام الذي كان يكرر هذه الصرخة التي دكدكت عروش الظالمين وأرغمت أنوف المجرمين: هيهات منا الذلة، هيهات.